بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم لها علاقة ببعض المهارات الشخصية للقائد الناجح في بيئة العمل، يعني المدير الناجح في بيئة العمل. هناك مهارات متعددة، فيها المهارات التنظيمية والقدرة على التواصل الإيجابي وأيضا الذكاء العاطفي والتعاطف مع الآخرين، ولكن في مهارة مهمة جدا أنه لازم المدير يتمتع بمهارة فنية عالية. ومن أهم خصائص تلك المهارة قدرة المدير على تجميع المعلومات، أي الحصول على المعلومات، تجميعها، تحليلها واستخدامها لصالح الشركة. في بعض القادة وبعض المدراء ما عندهم هذه القدرة الفنية على استخدام المعلومات من أجل مصلحة الشركة، فلا قيادة ناجحة من دون معلومات، ولا معلومات مفيدة من دون شخصية قيادية تفهم المعلومات بموضوعية وبركز على موضوعية وتستخدم تلك المعلومات بواقعية. وأيضا أركز على كلمة الواقعية، لأنه في ناس بيستخدموا المعلومات بطريقة ذاتية شخصية، وأيضا بيستخدموا تلك المعلومات بحلم وليس بواقعية. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.